بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. درس الحساب الحرفي للسنة الثانية إعدادي، الموسم الدراسي 2018-2019، الحصة الرابعة من هذا الدرس. في البداية سنصحح تمرين تطبيقي للحصة السابقة. أصغر أنشر وبسط ما يلي: 3x زائد 4 الكل أس 2، ثم 2x زائد 3 على 2 الكل أس 2، بصغر عم ما يلي: M أس 2 زائد 2 في M في 5 على 3 زائد 25 على 9، ثم X أس 2 زائد 14 على 5 X زائد 49 على 25. إلى الآن سنبدأ عملية التصحيح. الجواب: أصغر لننشر ونبسط ما يلي: نبدأ بالعملية الأولى، 3x زائد 4 الكل أس 2. في ماذا تذكرك هذه الكتابة الرياضية؟ نعم، هذه الكتابة الرياضية تذكرنا بالمتطابقة الهامة الأولى. ما هي؟ يلا سأبدأها لك. A زائد B الكل أس 2 تساوي ماذا؟ نعم، تساوي A أس 2 زائد 2AB زائد B أس 2. ما هو العنصر الذي لعب دور A هنا؟ نعم، العنصر الذي لعب دور A هو 3X، ودور B، نعم، ودور B والعدد 4. إذا نطبق حرفيا هذه القاعدة، إذا تساوي 3X الكل أس 2، لا تنسى الأقواس، زائد 2 في 3X في 4، أي زائد 2AB زائد 4 أس 2، أي B أس 2، تساوي 3X في 3X، أي 9X أس 2، زائد 2 في 3X 6X في 4، أي 24X، زائد 16، وانتهى. نمر الآن إلى العملية الثانية، 2X زائد 3 على 2 الكل أس 2. في ماذا تذكرنا الكتابة الرياضية؟ نعم، تذكرنا بالمتطابقة الهامة الثالثة. ما هو العنصر المتطابقة الهامة الأولى؟ ما هو العنصر الذي لعب دور A؟ نعم، هو 2X، ودور B، نعم، هو 3 على 2. إذن تساوي ماذا؟ ماذا سأكتب؟ نعم، 2X الكل أس 2 زائد 2 في 2X أي في A، ثم في B أي في 3 على 2، زائد B أس 2 أي زائد 3 على 2 الكل أس 2، هكذا 2X في 2X أي 4X أس 2، أو 2 أس 2 في X أس 2، و 2 أس 2 تساوي 4. هنا يمكن لي نختزل ب 2 وتبقى لنا فقط 2X في 3 أي 6X زائد 6X زائد ماذا؟ نعم، زائد 9 على 4، 3 أس 2 تساوي 9، و 2 أس 2 تساوي 4، أو 3 على 2 في 3 على 2 تساوي 9 على 4. الآن نمر إلى التعميل، بصغيرة لنعمل ما يلي. نبدأ بالمثال الأول، M أس 2 زائد 2 في M في 5 على 3 زائد 25 على 9. هل هذه الكتابة مهيئة على شكل متطابقة هامة؟ ليس بعد، كان عندنا واحد التغيير طفيف اللي غادي نقوم به فقط في بالنسبة لهذا العنصر 25 على 9، نقدر نكتبه على شكل قوة، لأن غادي نطرقوا العناصر الأولى كما هي: M أس 2 زائد 2 في M في 5 على 3، ثم نكتب العنصر الأخير أو الحد الأخير على شكل قوة،
ما هي؟ نعم، هي 5/3، الكل أس 2. الآن انظر إلى هذه الكتابة الرياضية، هي تشكل ماذا؟ نعم، تشكل المتطابقة الهامة الأولى، ذكرني بها. هيا غادي نكتب لك الجزء الأول منها، أ أس 2 زائد 2 أب زائد ب أس 2، هذه هي المتطابقة الهامة الأولى، ولكن كتبتها من اليمين إلى اليسار. عادة نكتب على شكل أ زائد ب الكل أس 2، والتي تساوي أ أس 2 زائد 2 أب زائد ب أس 2. الآن بدأنا ب أ أس 2 زائد 2 أب زائد ب أس 2، والتي تساوي ماذا؟ نعم، تساوي أ زائد ب الكل أس 2 هكذا. يلا، ما هو العنصر الذي لعب دور أ هنا في هذا المثال؟ نعم، العنصر الذي لعب دور أ هو M، ودور B نعم والعدد 5/3. إذا فنكتب M أي A زائد 5/3 أي زائد B الكل أس 2. وإذا شئت نكتب هذه القوة على شكل جداء لكي تتضح لنا بشكل جلي عملية التعميل، لأنه لا تنسى أن التعميل وكتابة مجموع جبري على شكل جداء، وهكذا توصلنا إلى هذا الجداء. وإذا تركت القوة M زائد 5/3 كل أس 2 فهي أيضا نعتبرها صحيحة. نمر للمثال الثاني، X أس 2 زائد 14/5 X زائد 49/25. السؤال الذي سأقترح عليك، هذه الكتابة هل هي مهيئة على شكل متطابقة هامة؟ ليس بعد. إذا الآن سوف نهيئ على شكل متطابقة هامة. يلا، ماذا سنكتب؟ نعم، سنكتب X أس 2 زائد ماذا؟ نعم، زائد 2 في X في ماذا؟ نعم، في 7/5. انظر هذا الجداء اللي هو 2 في X في 7/5 يساوي 14/5 X، ثم زائد 49/25. بإمكاننا أن نكتب هذا الكسر على شكل قوة، ما هي؟ نعم، هي 7/5 الكل أس 2 هكذا، 7/5 الكل أس 2. إذن كما ترى هذه الكتابة أصبحت الآن مهيئة على شكل متطابقة هامة أولى. ما هو العنصر الذي لعب دور أ فيها؟ نعم، العنصر الذي لعب دور أ هو X، ودور B نعم هو 7/5. إذن سنكتب A زائد B الكل أس 2 هكذا، أي X زائد 7/5 الكل أس 2. يلا، الآن سنواصل الدرس. خذ دفتر البحث. نعتبر A و B عددين جذريين. يلا، أكتب هذه القوة على شكل جداء، ثم أنشر هذا الجداء الذي حصلت عليه. يلا، سأنتظرك. صافي، انتهيت. يمكن لنا نبدأ الآن. يلا، على بركة الله. A ناقص B الكل أس 2، نكتب هذه القوة على شكل جداء، أي العدد A ناقص B في نفسه، بمعنى A ناقص B عامل لA ناقص B. والآن نبدأ عملية النشر. إذن غادي نأخذ العنصر A ثم نوزعه على هذين العددين، A في A أي A أس 2 زائد A في ناقص B، هكذا نقول A في ناقص B يساوي ناقص AB، لأن كل حد يملك الإشارة التي تسبقه. وإذا كتبت ناقص AB دون أن تذكر الجداء وكنت تعرف الطريقة أو القاعدة فهذا أيضا صحيح. إذن A في A A أس 2 زائد A في ناقص B أي ناقص AB زائد، ثم نوزع ناقص B على القيمتين الأولى والثانية، فنكتب ناقص زائد ناقص ب في A أي ناقص ب A
أو ناقص أب بحال بحال، لأن الضرب تبادلي. ثم زائد ناقص بي في ناقص بي أي زائد بي أس اثنان. أعيد، زائد ناقص بي في ناقص بي تساوي زائد بي أس اثنان. واضح؟ ثم نواصل، أ أس اثنان ناقص أب بي ناقص أب بي بحال عندنا ناقص واحد أب بي ناقص واحد أب بي، أي ماذا؟ ناقص اثنان أب بي، ناقص واحد ناقص واحد تساوي ناقص اثنان، وأب بي كعامل مشترك، إذن سنكتب ناقص اثنان أب بي زائد بي أس اثنان. وهكذا توصلنا إلى المتساوية التالية، سأكتبها بلون أحمر، أ ناقص بي الكل أس اثنان تساوي أ أس اثنان ناقص اثنان أب بي زائد بي أس اثنان، والتي سنسميها ماذا؟ نعم، سنسميها بالمتطابقة الهامة الثانية. طلبت منك التسمية لأن سبق لنا أن رأينا مثلها في السنة الماضية بالنسبة للأعداد العشرية النسبية. الجديد في الأمر هو هذه السنة نتعامل مع الأعداد الجذرية. متفقين؟ يلا نطبقوها في بعض الأمثلة، نحاول نستنسو بهذه المتطابقة الهامة الثانية. نعطيوش مثال الأول، مثلا x ناقص 3 الكل أس 2. يلا خذ دفتر البحث واستعمل هذه المتطابقة الهامة في نشر x ناقص 3 الكل أس 2 دون الدخول إلى التفاصيل التي رأيتها قبل قليل. يمكن لنا نستعلم بالنتيجة مباشرة. صافي انتهيت؟ يلا نبدأ على بركة الله. إذن هذه الكتابة اللي هي x ناقص 3 الكل أس 2، نعم، تشكل المتطابقة الهامة الثانية التي أمامك باللون الأحمر. ما هو العنصر الذي لعب دور A فيها؟ نعم، العنصر الذي لعب دور A هو x، ودور B، نعم، ودور B هو 3. إذن سنكتب x أس 2 ناقص 2 في x في 3 زائد 3 أس 2 هكذا. ثم نبسط، x أس 2 ناقص 6x زائد كم؟ نعم، زائد 9، 3 أس 2 تساوي 9. نشوف مثال آخر، مثلا 4a ناقص 1 على 5 الكل أس 2. يلا انشر وبسط هذه الكتابة الرياضية باستعمال المتطابقة الهامة الثانية. صافي انتهيت؟ يلا نبدأ على بركة الله. نعم، هذه الكتابة كما ترى تشكل المتطابقة الهامة الثانية. ما هو العنصر الذي لعب دور A فيها؟ نعم، هو 4A، ودور B نعم هو 1 على 5. إذا فنكتب 4A الكل أس 2 ناقص 2 في 4A في 1 على 5 هكذا، زائد 1 على 5 الكل أس 2. 4A الكل أس 2 أي 16A أس 2 ناقص 2 في 4A في 1 على 5 تساوي ناقص 8 على 5 هكذا A. ثم 1 على 5 الكل أس 2 أي 1 على 25، 1 في 1 1 و 5 في 5 تساوي 25. يلا الآن نطبق المتطابقة الهامة الثانية في مسألة التعميل. شوفوا شي مثال، مثلا x أس 2 ناقص 2 في x في 9 زائد 9 أس 2. يلا خذ دفتر البحث وعمل هذه الكتابة الرياضية. صافي انتهيت؟ يلا نبدأ على بركة الله. إذن هذه الكتابة الرياضية تشكل المتطابقة الهامة الثانية، وسأكتبها من اليمين إلى اليسار هكذا، A أس 2 ناقص 2 AB زائد B أس 2، والتي تساوي ماذا؟ نعم، والتي تساوي A ناقص B الكل أس 2. ما هو العنصر الذي لعب دور A؟ فعلا العنصر الذي لعب دور A هو X، ودور B نعم والعدد 9. إذا ماذا سنكتب؟ نعم سنكتب 9
6x ناقص 9 الكل أس 2 هكذا، واضح؟ والتي تساوي إذا أردت أن تكتب على شكل جدا أي x ناقص 9 عامل لـ x ناقص 9. x ناقص 9 الكل أس 2 أي العدد في نفسه، أي x ناقص 9 عامل لـ x ناقص 9. نشوف مثال آخر، مثلا 16 x أس 2 ناقص 2 في 4 x في 5 على 8 زائد 5 على 8 الكل أس 2. يلا في ماذا تذكرك هذه الكتابة الرياضية؟ نعم تذكرنا بالمتطابقة الهامة الثانية، ولكن غادي نهيئها لأن هذا العنصر مازال ما كتبناه على شكل أ أس 2. إذا سنكتب 4x الكل أس 2 هكذا ناقص 2 في 4x في 5 على 8 زائد 5 على 8 الكل أس 2. زائد 5 على 8 الكل أس 2 هكذا. إذن كما ترى الكتابة الآن أصبحت على شكل متطابقة هامة النوع الثاني. ما هو العنصر الذي لعب دور أ هنا؟ نعم العنصر الذي لعب دور أ هو 4x، ودور ب نعم هو 5 على 8. إذن فنكتب أ اللي هو 4x ناقص ب اللي هو 5 على 8 الكل أس 2 هكذا. يلا الآن نكتب هذه المعلومات التي رأينا في هذه الحصة في دفتر الدروس، دائما نفس الفقرة السابقة بعنوان المتطابقات الهامة. رأينا أصغر المتطابقة الهامة الأولى، الآن بصغر المتطابقة الهامة الثانية. بصغر المتطابقة الهامة الثانية، أ و ب عددان جذريان لننشر ونبسط الجداء أ ناقص ب عامل لأ ناقص ب، أو ننشر القوة أ ناقص ب الكل أس 2. عندنا أ ناقص ب عامل لأ ناقص ب يساوي أ في أ زائد أ في ناقص ب أو ناقص أ ب زائد ناقص ب في أ أو ناقص ب أ أو ناقص أ ب، لأن الضرب تبادلي. ثم زائد ناقص ب في ناقص ب، هاي غادي نكتبها هنا زائد ناقص ب في ناقص ب، عاد من بعد نبسطها في المرحلة الموالية يساوي أ في أ أي أ أس 2 ناقص أ ب ناقص أ ب أي ناقص 2 أ ب زائد ناقص ب في ناقص ب أي زائد ب أس 2. ناقص مع ناقص كما تعلم تعطينا زائد، خاصية إذا كان أ و ب عددان جذريان فإن أ ناقص ب عامل لأ ناقص ب، غنكتبها على شكل قوة، أ ناقص ب الكل أس 2
تساوي A أس 2 ناقص 2 AB زائد B أس 2. هذه المتساوية تسمى المتطابقة الهامة الثانية. هذه المتساوية تسمى المتطابقة الهامة الثانية. المتطابقة الهامة الثانية. أمثلة تطبيقية. يعني غادي نكتبوا بعض الأمثلة اللي غادي نطبقوا فيها هذه القاعدة أو هذه الخاصية من اليسار إلى اليمين ثم من اليمين إلى اليسار. نبدأ بالمثال الأول. مثلا x ناقص 3 الكل أس 2 والتي تساوي x أس 2 ناقص 2 في x في 3 زائد 3 أس 2. بعد عملية التبسيط تساوي x أس 2 ناقص 6 x زائد 9. نضيف مثال آخر من نفس النوع. مثلا 2 A ناقص 4 على 5 الكل أس 2 والتي تساوي 2 A الكل أس 2 هكذا ناقص 2 في 2 A في 4 على 5 زائد 4 على 5 الكل أس 2 هكذا. الآن نبسط هذه الكتابة. تساوي 4 A أس 2 2 A الكل أس 2 أي 4 أس 2 ناقص 16 A على 5 أو 16 على 5 هكذا و A أمام سطر الكسر زائد 4 على 5 الكل أس 2 أي فعلا 16 على 25. المثال الموالي مثلا T أس 2 ناقص 2 في T في 11 زائد 11 أس 2. هذه الكتابة الرياضية هي على شكل متطابقة هامة من النوع الثاني والتي تساوي T ناقص 11 الكل أس 2 هكذا. نضيف مثال آخر. مثلا 9 M أس 2 ناقص 2 في 3 M في 8 على 7 زائد 8 على 7 الكل أس 2. نهيئها لكي تصبح على شكل متطابقة هامة. 9 M أس 2 أي 3 M الكل أس 2 هكذا ناقص 2 في 3 M في 8 على 7 زائد 8 على 7 الكل أس 2. وهكذا تشكلت المتطابقة الهامة الثانية. فنكتب 3M ناقص 8 على 7 الكل أس 2. الآن سننهي هذه الحصة بتمرين تطبيقي. أصغر أنشر وبسط ما يلي 7X ناقص 8 الكل أس 2 ثم 3 على 2 x ناقص 1 على 3 الكل أس 2 بصغر عمل ما يلي 25 x أس 2 ناقص 40 x زائد 16 ثم x أس 2 على 9 ناقص 14 على 3 x زائد 49. انتهت هذه الحصة من إعداد الأستاذ عبدو إعدادية برج الزيتون مراكش. إلى اللقاء.